نحى الفنان المغربي سعد المجرد الفنانة المغربية القديرة خديجة أسعد بعد وفاتها ليلة الأربعاء بعد صراعها الطويل مع مرض السرطان. ونشر المجرد صورة الراحلة خديجة أسعد عبر حسابه الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام، وأرفقها بتدوينة جاء فيها: الله يرحم الفنانة الكبيرة لالة خديجة أسعد في الفردوس الأعلى بإذن الله تعالى، إن لله وإنا إليه راجعون.